الو، السلام عليكم. رقم الاستاذ شريف بتاع اعلانات الفيسبوك معايا. يا استاذ شريف، انا توفيق ابو الهو بتاع المزرعه اللي عملت لي الاعلان على الفيسبوك عشان ابيع العجول والبهايم. الو يا استاذ شريف، رد يا استاذ شريف. مش رقم الاستاذ شريف ده معايا برضه؟ يا عم طب اديني فرصة رد، يعني اديني فرصة رد. ايوه انا شريف. يا توفيق اتفضل تحت امرك. ما انت لسه مكلمني امبارح على نفس الرقم، يعني ما هو اكيد انا، يعني ما لحقتش اتغير. اتفضل تحت امرك. الحملة اللي انا عملتها لك سحبة زي الفل، الاعلان زي الفل، والدنيا تمام، واكيد بعت يعني وربنا رزقك. اتفضل تحت امرك لو في اي مشكلة. يعني حملة مين؟ انا توفيق بتاع اعلان البهايم. يا ده محمود، مش ده رقم الاستاذ شريف برضه بتاع الاعلانات المبولة ولا ايه؟ يا عم ما انا عارف انك توفيق بتاع اعلان البهايم، امال انا قلت لك انك انت حسين الشحات يعني يا اخي؟ ما انا عارف وانا شريف. انت مين محمود اللي انت بتسال؟ انا شريف. ايوه وردد عليك قال لك ايوه، وكلمتك امبارح على اساس ان انا ايوه. اتفضل في ايه يا باشا، امرني تحت امرك. وبعدين اعلان مبول ايه يا عم؟ اسمه مول، انا مش عامله لك فضوله ميه. يا استاذ شريف، الاعلان بايظ. انا بعت عجول كتيره قوي قوي، بس كل العجول اللي انا بعتهم باجر ديكوره. انا عاوز ابيع جاموس نتي، نفسها غالي في البيع. وبعدين المعلم ابراهيم الباقلي صاحبي باع نتي كتير قوي جاموس، انا عاوز ابيع زيه كده. الو يا استاذ شريف، ما ترد يا استاذ شريف عليا يا باشا. بس هو مبدئيا بس، وانت بتهزر معايا يعني ولا انت بتتكلم جد؟ اصل ما تقنعنيش انك بتتكلم جد. يعني انا مالي ومال النوتي؟ انا مالي ومال الذكوره والنوتي؟ انا شغلي تعمل لك اعلان، تمام؟ عملت لك اعلان وبعت وربنا رزقك. انا مالي تبيع نوتي ولا جمو؟ انا جاموس ايه وبقر ايه؟ هو انا مديره من الغيطان يا عم انت؟ انا مالي من اللي تبيعه بيعه. وبعدين مين ابراهيم البغل ده؟ انا ما اعرفش حد يا عم. ابراهيم بغلي مين يا عم؟ يا اخي الناس تصحى الصبح تلاقي صباح الخير ازيك، وانا اصحى لك ما تقول لي بهايم ونوتي؟ ده صباحية مجندة، ده صباحية محبر يا أخي. وإعلان فشل اللي ما تقول عليه؟ أنت تعرف الإعلانات منين؟ ده أنا اللي مديك البيج من عندي يا أخي، ده أنت جد. وبعدين أول مرة أشوف فلاح أونلاين هنا، يعني أنا أول مرة أشوف فلاح يبيع بهايم أونلاين. قلت لك مش هينفع الإعلان ده. بهايم إيه؟ وأجيب لك استهداف منين أنا البهايم؟ قلت لي عايز أبيع، عايز أتحضر، عملت لك الإعلان. مال أنا ومال البهايم والحمير والبقر والجاموس والنوت يا أنا؟ ما تعفرتنيش يا أخي. ايوه يا استاذ شريف فعلا ماشي، انت اديتني بيتش من عندك ماشي، بس انا دلوقتي الاعلان ما جابليش زبائن للنوتش. الاعلان اشتغل وجاب لي، جاب لي ماشي زباين، جات خدت ديكوره ومش عارف ايه والدنيا تمام، بس انا دلوقتي مشكلتي ان انا عايز ابيع جاموس نوتي يا استاذ شريف. يا عم عيب عليك بقى، بيتش مين وبتاع؟ عيب عليك اللي ما تقوله ده بيتش. اسمها بيتش بيتش مين؟ ما تودينيش في داهيه، انت هترفعني جرون وانا لما اكلمك هتوديني مباحث الاداب. بيتش دي عيب ما تقولهاش يا عم. يا عم انت عايز تبيع نوت، يعمل عرض، اعمل عرض زي كرم الشام. النتايه على ذكر هديه، عارف انت الورك والصدر عند كرم الشام. انت اعمل خد نتايتين علوم يا اخي عفرتني. انا مالي يا عم انا؟ ابعت يا حاج، ابعت لي يا حاج رقم فودافون كاش، ابعت لك الحساب عليه يا حاج. ابعت لي رقم فودافون كاش، ابعت لك حساب الاعلان عليه يا عم. انا مش هعمل لك حاجه تاني، اعتبر الاعلان اللي عملته لك ده هديه مني ليك. ابعت لي يا عم. انت فين كده يا حاج؟ انا يا عم هقعد في الغيط مع البقر والجاموس، هاخد الجعش الوقت واروح للحاج ابراهيم ابو القط اجيب لك منه رقم فودافون كاش تحول عليه. 30 دقيقه بالظبط وابقى هناك هواكلمك. فك الجعش يا محمود، فك الجعش وهاته هنا يا اخو. والله انا عارف، والله انا عارف انك قاعد مع البقر والجم. انا قاعد اقول ده مش تفكير بني ادم طبيعي، انا قاعد اقول انت ما واضح من تفكيرك انك قاعد وسطهم. بصراحه مع احترامي ليك يا حاج، ابعت لي يا عم رقم. ثواني بس، انت رايح لمين ابراهيم؟ مين اللي انت رايح تجيب منه فودافون كاش ده؟ اسمه ابراهيم ابو القط. ابو القط تعدي من المنيا كلها ما يعرفش ابراهيم ابو القط يعني؟ ثواني بس، هو انت بتطول ليه في ابراهيم ابو القط؟ هو مين بابراهيم القط ده؟ بيرس تاو يعني؟ وبعدين ثواني بس، هو انت كل اللي تعرفهم حيوانات؟ يعني انت فوق بتقول لي مش عارف مين ابو البغل وهنا ابراهيم ابو القط؟ يعني انت كل اللي مصاحبهم حيوانات؟ يا حيوان يا ما تصاحبش، يا يكون ابوه ابو الحيوان يا ما تصاحبش. ايه يا عمي كل اللي تعرفهم ثدييات من ذوات الاربع ارجل؟ مفيش تعامل معاك مع بني ادمين خالص؟ مفيش مع عمرو ابو الانسان، محمود ابو البني ادم؟ مفيش يا اخي. ده انت تاجر بايم جدا. ده ايه ده انت كل اللي تعرفهم كده يا عم؟ ده انت تاجر جدا. ماشي يا استاذ شريف، ماشي على راحتك يا استاذ شريف. ماشي يا شريف يا ابو عرفه، ماشي. لا يا عم استاذ شريف مين؟ الواحد خايف لا تكون مسجلني شريف ابو الكلب عندك يا اخي.